السلام عليكم الاخوان الاخوات، رمضان كريم يدخل علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والهنا وباش ما تمنيتو ومغفره الذنوب. ومرحبا بكم معنا في الموسم الثاني على التوالي في السلسله الرمضانيه ايام زمان مع اليماني وسفيان. الموسم اللي فات درنا اسئله عندها علاقه مع مدينه بركان، اسئله تاريخيه على مدينه بركان، وفي هذا الموسم حاولنا نغيروا وحاولنا نبحثوا في التاريخ ديال المدن الشرق المغربي. والحلقه ديال اليوم والحلقه الاولى من السلسله الرمضانيه ايام زمان مع اليماني وسفيان لرمضان سنه 1444 هجري الموافق لسنه 2023 ميلادي. هذه الحلقه الاولى غادي تبدا من مدينه اللي عندها تاريخ عريق، المدينه اللي تاسست فيها اول مدرسه عموميه ابتدائيه في المغرب، المدينه اللي تاسست فيها اول ثانويه في المغرب، هذه المدينه هذه اللي تاسست فيها اول محطه قطار في المغرب. واش عرفتوا فين رحنا متواجدين؟ رحنا متواجدين في المدينة الثانية في العالم من حيث عدد المساجد. مدينة وجدة هي اللي غادي تبدا بها الحلقة الأولى ديال هذه السلسلة الرمضانية. على بركة الله خوتي نخرجوا للشارع الوجدي ونكتشفوا سؤال هذه الحلقة هذه. السلام عليكم الإخوان، الآن معنا أول مشارك في السلسلة الرمضانية وفي الموسم الثاني ديال هذه السلسلة الرمضانية أيام زمان مع اليماني وسفيان. معنا أول مشارك، عمو تبارك الله عليك. الله يبارك فيك سيدي. الاسم الكريم؟ عبد الرحمن المحجوب. سي عبد الرحمن المحجوب، غادي نطرح عليك واحد السؤال تاريخي عنده علاقة مع مدينة وجدة. مرحبا سيدي. إلا قدرت تجاوب عليه غادي تربح معنا واحد الجائزة من هالجوائز إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا. مرحبا. السؤال هو أول مدرسة ابتدائية عمومية في المغرب كاينه في مدينه وجده، غادي تعطيني الاسم ديالها وسنه التاسيس. مدرسه سيدي زيان. اللهم بارك. 1907. تبارك الله ما شاء الله. سيدي تبارك الله عليك. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ امجد بن صالح. امجد بن صالح. مرحبا بك سي امجد. غادي نروح السلسله الرمضانيه كنسولوا الناس في الشارع واللي جاوبنا غادي يربح معنا واحد الجائزه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. أسئلة عندها علاقة غير بمدينة وجدة وأسئلة تاريخية تربح معنا جائزة إن شاء الله. بسم الله. وسهل علينا شوية كسالة في التاريخ. أنا نعطيك السؤال اللي عندي. إن شاء الله. إن شاء الله. أول مدرسة في المغرب كاينة في مدينة وجدة. أول مدرسة في المغرب كاينة في مدينة وجدة. تعطيني الاسم ديالها وفوقاش تأسست. مدرسة سيدي زيان. مدرسة سيدي زيان. جواب صحيح ولكن أعطيني فوقاش تأسست. سنة من. غير قرب لي شويه نعاونك شويه. 1910. قربت. يلا راك قربت. تقول ذوك الجواب بصح ما عارف زعما التاريخ. قربت. فوق ولا قل؟ يلا قل وغادي نعطيك غير واحد المحاولة. العموم السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير شويه مزيان؟ بخير الحمد لله. بخير بطلاف. الله يحفظك. الله يسلمك ويجزيك. الاسم الكريم؟ عبد القادر. السي عبد القادر. نعم. في وجده. في وجده أول ابتدائية في المغرب كامل راه كاينة في مدينة وجده. والله ما قدرتش. ركز شويه وشوف يعني الابتدائيات القدام هنا يعني من اقدم الابتدائيات اللي كان هنا في مدينه وجده غادي تدي شي فكره. ما قدرتش. نقدر نعاونك. عاوني واعطيني شي مساعده نقدر. تعرف وجده مزيان؟ شويه ماشي بزاف. ماشي بزاف فيها خير. المدرسه سميتها مدرسه سيدي زيان ابتدائيه سميتها سيدي زيان. اعطيني غير سنه التاسيس يعني نقص لك درك عطيتك الاسم. عطاتني كل شيء. درك عطيني سنة التأسيس. والله ما نقدر نقول شي حاجة ما عرفتش. فيها خير. المهم مشاركة. ما كرهناش تربح معنا ولكن. شكرا لك. المهم مشاركة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ محمد الذهبي. سي محمد الذهبي. أول مدرسة في المغرب كاينة في مدينة وجدة. غادي تعطيني الاسم ديالها وسنة التأسيس ديالها. أول مدرسة في المغرب تأسست في مدينة وجدة. ابتدائية. مدرسة ابتدائية. لا ما نعرفهاش. ما عندكش المعلومه؟ ما عنديش معلومه. ماشي مشكل. عنديش ما معلومات. ما تفكر شويه نخليك تفكر شويه. لا ما نعرفش والو. معلومه بحيث ما انا مابقاش قديم هنا في وجده بزاف ما نعرفش. لا ماشي مشكل. المهم هو المشاركه. الدنيا هانيه. الدنيا هانيه ياك. 1905. لا الجواب غلط. تقربت بزاف كاع والله العظيم. ايوا ماشي مشكل. ماشي سنه يعني غير راني قمرت كما قمرت عليها ولكن راك ما عارفش يعني ماشي مشكل. المهم هو المشاركه. بارك الله شكرا لك على المشاركه ديالك. شكرا الله يديمك. هاك السؤال هو اول مدرسه ابتدائيه عموميه في المغرب كاينه في مدينه وجده. اعطينا الاسم ديالها وسنه ديال التاسيس. لا ما عنديش شي فكره.
شوف شوف راه ماشي بعيد حتى البلاصه اللي حنا كنتواجدوا فيها. هذا اول مدرسه ابتدائيه عموميه في المغرب كاينه في مدينه وجده. اول ابتدائيه في المغرب كاينه في مدينه وجده. لا وا عندي شي فكره عليها واخا غير الله. لا وا نتعاونوا معاك غير الله. قريت هنا في وجده؟ لا قاري في وجده. الله يبارك يمنا الجو طرز. لا ابتدائية. ابتدائية. لا ما عنديش. المؤسسات الابتدائية اللي من عندكم عندنا في وجدة قدام الأقدم المؤسسات تعرفها؟ لا لا نسكن بها الفوق ما عنديش فيها. فيها خير. اسمح لنا المهم المشاركة. أعطينا شي كلمة للجمهور اللي كيشوفنا بمناسبة شهر رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلام وطول عمر إن شاء الله. مغفرة الدنوب. مغفرة الدنوب. شكرا للمشاركة. شكرا لك على المشاركة. عطينا واحد الكلمة للمشاهدين اللي كيشوفوا هذه الحلقة بمناسبة شهر رمضان. كنقول لهم رمضان المبارك سعيد والجميع الأمة الإسلامية. السلام عليكم. وياك. وأنت يعني كدير البغرير هنايا والمسمن. البغرير والمسمن وفي رمضان إن شاء الله كنديروا البطبوط نديروا بزاف ديال الحوايج. ياك إيوا. شي واد ديال رمضان غيكون إن شاء الله. إن شاء الله اللي بغى شي حاجة يجي هنايا لهذ البلاصة باش معروفة هذه البلاصة. الجامع ديال الهوار. الجامع ديال الهوار. المحلة. المحلة اللي بغى شي حاجة يجي عند السي محمد. السي محمد هو تلقاوه هنا. البغرير راه معروف. مول البغرير راه معروف أصلا بلا ما نديروا إشهار. يلا شكرا لك وسمح لنا. أبني يعني الله يخليك. يبارك فيك أسيدي. يعني عندك شي معلومات على المدرسة؟ شكون اللي يقرأ فيها؟ الجائزة راه مكتاب لك إن شاء الله. كنقرأ فيها السي أحمد عثمان وزير الأول. وزير الأول. ما راكش عارف الفترة ديالو ديال الزمنية يقولوا هاك جوايز على حساب الثلاثينات. ثلاثينات. ثلاثينات. اللهم بارك. عثمان هو اللي كان رئيس مجلس الأحرار. الأحرار. تجمع الأحرار. اللهم بارك. بسم الله. بسم الله سيدي. هي الجائزة ديالك. سيدي مرحبا بكم. ديرها هكذا تشوف. هكذا. هذه هي الجائزة ديالك بالصحة والراحة. الله يعطيك الراحة. ونشكرك على المشاركة ديالك معنا. مرحبا بكم. وتحية للناس تحية للناس ديال وجدة. وجدة وبركان. كان الشرق والمغرب كامل. وحفير. تبارك الله اللهم بارك. البركانية. تحية للجماهير الوجدية والجماهير البركانية والجماهير المغربية بصفة عامة. وشي إخوان. اللهم بارك. طلب الله يجعل المحبة بينكم. شي كلمة للمشاهدين الكرام بمناسبة شهر رمضان الكريم. طلب الله يدخل علينا شهر رمضان المبارك إيمانا واحتسابا في سبيل الله سبحانه وتعالى ويجمع شمال الأمة والمنطقة الشرقية إن شاء الله تزدهر بهذا الشباب إن شاء الله ونكبر لكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. والازدهار. أسيدي بارك الله فيك. وتحياتي لك. مرحبا. قلنا واحد الكلمه للمشاهدين اللي كيشوفوا هذه الحلقه بمناسبه رمضان. ايوا بمناسبه هذا العشر كنقول للشعب المغربي كامل العشر المباركه والناس المنطقه ناس وجده والناس بركان وحفير حتى هما العشر المباركه ورمضان مبارك كريم وكل عام وانتم بألف خير. شكرا جزيلا. والله يسر لكم في كل شيء ان شاء الله لكم والله يوفقكم لما فيه الخير ويرضاه. عطينا واحد الكلمه للناس اللي كيشوفوا هذه الحلقه بمناسبه شهر رمضان. اسيدي شكرا والله يدخلوا علينا بالصحه والهنا والرزق ان شاء الله وينقصوا علينا شوف الغلا ان شاء الله الرحمن الرحيم. البصله والمطيشه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا على المشاركه ديالك. شكرا لك الازعاج. الاخوان غير للعلم رحنا ما توفقناش باش نكملوا التصوير ديال هذه السلسله الرمضانيه لهذا الموسم هذا. الخير فيما اختاره الله ما كتبش الله. من الاسباب اللي ما خلاوناش نكملوا هما ما عندناش الرخصه ديال التصوير في الشارع. تلاقينا بعض المشاكل. هذا سبب من الاسباب. سمحوا لنا لحقاش ولفناكم السلسله الرمضانيه العام فايت في رمضان كامل فوتناه مجموعين. كنتوا كتستناو الجديد وبدلنا واحد المجهود كبير باش بحثنا في التاريخ ديال المدن ديال الشرق المغربي. من بعد ما درنا واحد الدراسه يعني لهذه السلسله هذه والامور كانت غاديه مزيانه ولكن في التالي الدراسه ديال الله سبحانه وتعالى هي اللي كتكون وهي اللي كتطبق في الواقع. الحمد لله كل حال نحاول ان شاء الله نعوضها في حاجه اخرى ونطلب ربي يوفقنا ويوفق الجميع. هادشي اللي كان خوتي يعني السلسله تصورت بها غير حلقه واحده وما قدرناش نكملو. الخير فيما اختاره لكن ما قلت لكم ومع السلامه خوتي وسمحوا لنا.